أنت قلت أنك وجدت الدليل في حديث نبوي شريف ولم تحدد هذا الحديث النبوي. ثانيا، قد يتساءل البعض، أنك قضيت عامين في دراسة الصيدلة وأنت تتحدث هنا عن دواء يتعلق بمرض شركات الأدوية تعمل عليه ربما منذ أكثر من عقد من الزمان وتضع إمكانيات كبيرة جدا لذلك وتستأجر فرق هائلة من الباحثين الواصلين إلى أعلى الدرجات العلمية. النقطة الأولى، الحديث النبوي الشريف هو لا بد أن نعلن عنه ولا بد أن نتحدث عنه ولا بد أن نخبر عنه طبعا. ولكن طبيعة الدراسة هذه في هذا المجال ينبني عليها صناعة وينبني عليها أموال واقتصاد وشركات. واليوم الأدوية وتجارة الأدوية تعتبر من أهم المواد التي يهتم بها الإنسان، وهناك قوانين دولية الآن توضع على دول يعني تحرم عليها أن تنتفع بأي دواء سجل في دولة أخرى، فحتى لا نحرم نحن من دواء اكتشفناه نحن، فإذا أعلننا عنه اختطفته منا شركة من الشركات. مجرد الإعلان على الحديث الشريف سوف يفشي هذه الأسرار العلمية في رأي فضيلتكم؟ نعم نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني فضيلة الشيخ، الوصول إلى المعرفة له طريقان. الطريق الأول الطريق الحسي والتجريبي والعلمي الذي يعتبر الآن أساس العلوم الحديثة، وهذا طريق بشري يصل فيه الإنسان إلى العلم البشري. لكن في مصدر آخر للعلم وهو العلم الإلهي الوحي الذي يأتي من عند الله لهداية الناس. جاءنا طفل من ليبيا مصاب بالمرض وكان يحمل 20,000 كوبي من الفيروس، وبعد علاجه بفضل الله نزل هذا الرقم إلى درجة أصبح الجهاز في أحد المراكز الطبية التي نعتمد عليها ونتعامل معها غير حساس لهذه الكمية، لأنهم يقولون أن الأجهزة تختلف في حساسيتها، فبعض الأجهزة إذا نقصت الفيروسات إلى مستوى قليل جدا تصبح في هذا الجهاز غير مرئية. هناك تقارير تحدثت عن أنك لم تمانع في أن تتبنى شركات أمريكية اختراعك، لكن بشرط هو أن تضغط على الإدارة الأمريكية لرفع اسمك من قائمة الإرهاب التي كانت وضعتها عليك. يعني الكثيرين كل ما يعنيهم في هذه القضية هو أن يصل هذا الدواء إن كان بالفعل حقيقيا وفعالا إلى أجساد المرضى بسعر بسيط. قد يرون أن هذا نوع من أنواع محاولة تحقيق مكسب سياسي خاص بك. سبحان الله، إذا قلنا لا نتعاون مع شركة أمريكا قالوا إرهابي. إذا قلنا نحن نتعاون مع أي شركة في العالم وأمريكان وغير أمريكان قالوا هذا سياسي. لا. فلا ندري من أي تهمتين نفر. يعني كل ما يعنينا في الأمر نعم هو تحقيق الفائدة للمرضى بأسرع طريق. تفضل. هذا أمر إنساني، أمر إنساني وهو معروض للناس جميعا، ونحن نرحب بالتعاون وفق قواعد صحيحة. يعرفون أصحاب الشركات والمشتغلون في الدواء يعرفون قيمة كل دواء ويعرفون مردود كل دواء، ونحن أيضا نعرف قيمة دوائنا هذا ونعرف مردوده، ولذلك نحن ما اشترطنا عليهم شيئا ولا قلنا لهم المبلغ الفلاني لابد أن تقدموه، ولكننا نقول لهم قدموا عرضكم. إذا جاءتك جهة ما خيرية يمكنها أن تنتج هذا الدواء بسعر التكلفة مثلا وتقدمه للكثيرين من المرضى في العالم العربي والإسلامي وفي قارة إفريقيا، هل يمكنك أن تتنازل في هذه الحالة عن الأرباح المادية التي يمكن أن تضعها في البداية؟ لو سرنا على هذا الطريق لن يقوم مركز أبحاث ولن يتطور مركز الأبحاث الذي تريد.